بقعد من دون جفا، وجهات نظر مختلفة بس ولا مرة وصلت لخلاف. هيك الكبار بيبعدوا وهيك الكبار بيرجعوا لبعض دايما. هو دائما روتانا يعني تقديم لتغد ما حكناش هو تقديم مفتوح، ولا مرة احنا وست نجوى يمكن كان في بيننا شروط او في بيننا والله ممكن نقدم وما نقدم، بالعكس هذا شرف كبير لنا احنا بنقدم فنانة كبيرة مثل نجوى كرم. اللي تغير علي من 2011 لهلا انا بالصورة شفت حالي متحلية وصغرانة. وبصغر اكثر وبحلى اكثر لما بقوم بروتانا لانه هي مش سقف، هي فلك مضوي بالنجوم، بس لما بينزل القمر علينا بيسطع من دون خارج ارادته لانه هيك لازم يكون. نحن موجودين مش بس تيكون في اعمال بيننا وبين نجوى، نحن نجوى بتعني لنا نجوى كرام، اشتغلنا معها وما اشتغلنا معها، هيدي القلعه المتقدمه بالفن اللبناني. تصور انتم ما تكونوا موجودين شوف نجوى كرم شو بتكون ناقصه. طول عمرك. وصوت نجوى كرم شو بتكون ناقصه. طول عمرك. والارشيف اللي شفناه شو بتكون ناقصه. وبالنسبه لبعدي عن روتانا عذاب. نحن ضلينا نجرب نستمر حتى نضل نقدر ينسمع فينا وينسمع بوجودنا بعجقه السير اللي كانت عم بتكون بالالفيه الثالثه. اللي كان بيقدر يضل كان عن جد بيكون بطل. نحن عم نحكي مع فنانة اسمها نجوى كرم، فنانة قدرنا عملنا نحن وياها أرشيف بيرفع الراس وأرشيف كبير. نجوى كرم مسؤولة عن تراث وعن إرث فني كبير، هي حاملة مسؤوليته. ايش سوّلكوا على الموضوع؟ مصفان يعني أنا بقدر لهم جاية، حبيت اعملها مفاجأة لأنه أول ما عرفت إنه نجوى مضيت مع روتانا سكتي زلفة. مش بس اطمنت، فرحت من قلبي لأنه نجوى هي من أول فنانة مضيت مع روتانا، يعني بس نقول نجوى روتانا وروتانا نجوى، هي هي. معروف أن الفنان بيرتبط قبل بشهور بحفل راس السنة. الله يخرب بيتك ما بدك تسمع الجواب. قبل مثل 4 أشهر وأكثر بنرتبط بحفل راس السنة. ارتبطنا وإذ نعرف قبل بشهر إنه نزلوا إعلان يومين وقفوا لغوها على كيفهم. أنا لحد اليوم ما عندي جواب. جربنا نعرف شو الجواب لحد هلا مبهم الاشياء، فاخذنا الاجراءات القانونيه ونقطع السطر. لانه اللحظات المهمه بتأرخ الزمن، روتانا بدها تأرخ هيدي اللحظه يلي فيها رح تكرمك، وكمان بتكون عم بتكرمك باسمنا كلنا وباسم النجوم والفنانين والمبدعين اللي بحبوا الفن الحلو. رح يكرموك على مسيره 25 سنه انت فيها شمس ضوية على كل الدنيا، وبتبقي نجوى كرم اسم دايما فوق. تروفي بيقدمها الاستاذ سالم الهندي، درع تقديري لمسيره نجوى كرم 25 سنه فن.